مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومثل العاده بنبلش بالمعلومه. لمعلومتنا لليوم، اربع قرارات لتمديد المهل الضريبيه اعلن عنهم اليوم وزير الماليه بحكومه تصريف الاعمال، اللي وقع اذن على اربع قرارات تتعلق بتمديد المهل، تمدد لغايه 30/4/2021 ضمن احكام القرارات التاليه: القرار رقم 51/2 تاريخ 15/2/2021 متعلق بتمديد مهله تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والكشوفات السنوية الإفرادية والكشف الأسبوعي الإجمالي على أعمال سنة 2020 وتأدية الضريبة في حال طبعا توجبها. القرار رقم 52/1 تاريخ كمان 15/2/21 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة على المادة 51 للقانون رقم 2003/497 على 2003 وتعديلات عن شهر كانون الثاني من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها. إذن في تمديد للمهل، وأكيد التفاصيل فيكم تاخدوها إذا فتوا على سايت وزارة المالية. من المسؤول؟ معنا مباشرة على الخط رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، يعطيك العافية. الله معك ست ربيكا، يعطيك الف عافيه لإلك ولكل اللي عم يشوفونا على هالظهر، وقد ما فينا بنتمنى لهم نهار حلو ان شاء الله يا رب. هذا اللي بنتمنى لهم. يمكن اتصالي بحضرتك بموضوع دائما المواسم والاسعار، قديش يعني المواطن يوم عن يوم عم بتزيد اسعار. إذا بتحب بلش بأسعار الحبوب، وبحب أعرف من حضرتك يعني اليوم ارتفاع أسعار الحبوب أو البقول، ما بعرف شو بنسميها، يعني عدس وحمص وفاصوليا ولوبي حمراء، ارتفعت بشكل ما عادت أكلة الفقير ولا أكل الناس بتقدر إنها تعمل طبخة منها لأنه زادت كتير. هل هو اليوم موسم زراعتها؟ هل هو اليوم يعني لازم تنزيد؟ شو أسباب زيادتها برأيك؟ ايه اكيد ستنا، يعني انا بعض الاتصالات عملتها وعرفت انه فعلا زاد سعرها لانه قال ما عاد في دعم عليها او لانه ما في هاي الكميات مش مدعومه، وهذا يعني بيرجعنا لسبب الدعم من الاساس من الاول، لانه هذا الدعم عمليه الدعم ما كان مضبوط ابدا ولا كان بطريقه صحيحه، لانه لا احصينا الكميات اللي دعمناها ولا عرفنا نحن قد ايه انشرى ونباع منها بالسوبر ماركت وبالاسواق. وهني اذا بدك يعني بيرجع عبالي، اجى عبالي هيك مثل عندي كان يقول انه ما 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 نعم ما تعطيني سمكه لاكلها، علمني كيف بيتصيد السمك. صحيح. ما تعطيني كل يوم سمكة، علمني كيف بتصيد السمك. هاني لو نحن جينا اطلعنا انه ما نجيب شغلي وناكلها كل يوم ونضل ندعمها كل يوم وندور عليها وين هي وكذا، لو اعطينا المزارع الاساس تبع، يعني برايك لو انعطى لو اندعمت المستلزمات اللي هي البذور، كنا يعني كنا وفرنا دعم وكانت الاسعار بمتناول كل الناس افضل، وكنا مستمرين على طول وبنضل بهذا الحاكي. صار عندنا مزارع قوي وعم يطلع انتاج وفي مستهلك عماله يشتري. طيب هلا رحنا دعمنا هذا الانتاج لفتره محدده وكبيناه بوجه المزارع، بطل المزارع يقدر يزرعون او ينتج وينتج انتاج بده يبيعه بسعر المدعوم بقلب السوق. بس اللي انا باكد عليه انه اول شيء ما حلا تخلص بسرعه هيدي البضاعه اللي اندعمت. صحيح. يعني ما حلا تخلص، انا بتعجب انه انا كيف دعمنا هالاشياء وكيف ما تبعناها وكيف ما لحقناها لحتى نشوف نشرف عليها لوين راحت وكيف انشرت وكيف لانه شغله اليوم بكبس فوضى ست ربيك. فوضى. نحن بعدنا عمالنا نغوص بالفوضى
ونعيش بالفوضى ونكب المصاري تبع الدعم على الفاضي ما بنعرف لوين بتروح. وهذا اكبر دليل انه هلا ما عرفنا انه المنتوجات هيدي هلا اللي موجوده اللي عم تقولي لي عنها انه هي غالي بالسوبر ماركت، انه هيدي من البضاعه المدعومه ولا لا بضاعه جديده. بس اللي باكده انا اكيد مش بضاعه جديده انشرت بسعر مش مدعوم، لانه محله عرف انه انقطع الدعم وخلص الدعم ويستورد البضاعه ويجيبها بده يبيعها جنب البضاعه المدعومه. لانه هني اختارت الحابل بالنابل. نعم اكيد التاجر جاب قسم كبير بيع جزء صغير منه والبقاوي خزنه ليوم مثل اليوم هذا حتى يبيعه باسعار، لانه مش معقول يكون سعر الفاصوليا فوق ال 44000 ليره والعدس 35000 واللوب يعني خياليه، واللي عنده عيال ما بقى يقدر يستعمل هالوقت. انا عندي شغله ثانيه، اليوم اكيد اليوم على الكمبيوتر بكبسه زر بينعرف اي تاجر وقدي اخذ وقدي عنده وقدي باع، منا يعني بقى نقدر نتخبى ونقول بعد عالم نحسب على الورقة والقلم، هذا الشيء مش مزبوط. لما الدولة بدها تاخذ قرار وتعرف بتعرف. بس هلأ بما أنه عم تزرع وهلأ المواسم الجديدة عم تنزرع، دعمتوا شيء بالمستلزمات ولا رح يكون أسعارها مثل ما موجودة هلأ حاليا بكرة؟ هلأ إذا ما ركزنا على صنف معين، وإذا قلنا خلينا إذا عم تحكي على الحمص والفاصوليا، إيه بدي بلش بهود لأنه هيدي لقمة الناس الفقير. شو يعني هي طبقتنا إيه التقليدية اللبنانية؟ العدس بيطلع عنا شهر الجاي إذا الله راد ابتداء من 10/5 وما بعد. نعم بس صدقيني المزارع هو عم يزرع كان خايف من البضاعة المدعومة، وكان خايف لأنه يبيع باسعار وين بده يبيع الانتاج تبعه، هذيك البضاعه عم تيجي مدعومه. ريس بدنا ننتقل لنقل مباشر، رح عن هذا السوق المحل. رح ننتقل لنقل مباشر ومنتابع بعدين الحل عنه. منتابع مع رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي. اذا استاذ ابراهيم، بالنسبه للحبوب ما في دعم، يعني ما بنعرف هلا اذا في دعم ولا لا، لانه بس اكيد انه الاسعار اليوم منا قضيه انه ما عاد في بالسوق، بلا مخزنه ومفروض انها تكون تكمل بدعمها. شغله ثانيه ذكرنا هلا المواسم الحاليه اذا مدعومه ولا لا بمستلزمات اللي كنتوا عم بتطالبوا فيها، واكيد هيدي رح تبلش تطلع المواسم بايار، كيف رح تكون اسعارها؟ اكيد هيدي الحبوب تطلع موسم الصيف ان شاء الله ابتداء من شهر 5 وما بعد بلش يطلع العدس الفاصوليا اللوبين اذا بدك الفول، كل هيدي الحبوب بلش تطلع اذا الله راد بهيدي الصيفيه يعني من شهر 5 وما بعد. بس نحن هلا اللي حابين نطمن المواطنين عنه، نعم، وهيدي الناس اللي بتحبها، انه الاسعار بدها تنزل ابتداء من 25/4 وما بعد. يعني اسعار الخضار عم تحكي والبطاطا؟ عم تحكي عن انخفاض اسعار الخضار والبطاطا وال... نعم الخضار وال اذا بدي يعني الخضار بما فيها البطاطا والبصل والخس والفول والبازيلا والبقدونس. ليه ب 25 نيسان؟ والكوسه يعني ليه بعد شهر؟ ليه؟ يعني شو الاسباب انخفاضها بيكون؟ نعم رح اقول لك. لا اول شيء لانه بنصير نعتمد على الانتاج المحلي، ما بنضل نستورد من برا مثل ما نحن عم نستورد. يعني اليوم كيس بصل المصري 44000 ليره، ليه؟ كيس المصري البطاطا المصري 44000 ليره. هال 10 كيلو. نعم. نعم. هال 10 كيلو، لانه هذه بضاعه مستورده من برا، بدك تستورديها وتدفعي حقها بالدولار الفريش. وبدك يندفع عليها اجرة نقل واجرة تخليص على المينا واجرة نقل من المينا على الاسواق، وكله هذا بالدولار. بس انا ما نحن ابتداء من 15/4 اذا قلنا راد حتبلش البطاطا العكريه شوي شوي. يعني هلا حاليا نقيب حاليا فما في بطاطا لبنانيه، يعني هلا مش بقى موسم بطاطا لبنانيه حتكسر شوي الاسعار؟ قليل كتير البطاطا اللبنانية ما بتكفي، قليل كتير، مشان هيك نحن اضطرينا نستورد حوالي 25000 طن من مصر هون من الشهرين، من شهر 3 من شهر 2 من شهر 3 تقريبا لحتى يوصلونا لموسم اكبر.
وهذا ضمن برنامج وضمن اجازات وبضاعه محصوره بالبعض بالبعض. نعم بس حتى ارتفع السعر سته، اجت هذه العاصفه نعم وقفت عاصفة الجيل البواخر بقلب اسكندريه، نعم اكثر من ضلوا اكثر من 10 ايام وقت البحر، فتاثر ارتفعت الاسعار مره واحده. بس هلا كل ما قدمنا لقدام كل ما السعر حينخفض ان شاء الله ان شاء الله رئيس تجمع. اما بالنسبه لبقيه الاصناف لا بده ينزل السعر ستة، لانه الانتاج بده زين والعرض بده زين، الانتاج اللبناني بده زين، خاصه انه بدها تطلع المواسم الباعيه من الخس والبازيلا والفول، هذه كلها بتطلع تقريبا من 20/4 25/4 وما بعرف. يعني ان شاء الله ودرجات الحر، ان شاء الله انه درجات الحراره بس ترتفع كمان بزيد الانتاج، بصير ناخذ من النبته هي نفسها مع ارتفاع درجات الحرارة. يعني ان شاء الله يا استاذ ابراهيم، ان شاء الله، يعني لانه اليوم الناس تعرف جايين على رمضان كمان. انا بدي اشكرك كلمة حق الأولى بحق الدعم، يعني كلمة لحتى نحكيها، انه حتى الشوي اللي ندعمه من الأسمدة ومن البذور ومن اوكي صارت معروفة، انا مضطرة اوقف مع البريك رئيس، نبلش نستفيد منها ابتداء من 25/4 وما بعد. انا مضطرة اوقف مع البريك، ميرسي، شكراً لك. الحل عندنا انتهى لليوم، كنت حابة كتير يكون معنا على الخط الأستاذ غسان بيدون مدير عام سابق بوزارة الطاقة، ولكن لضيق الوقت والنقل المباشر من أجل موضوع الكهرباء لبكرة واتصالاتكم والردود أكيد، بعطيكم موعد إذن بكرة، إلى اللقاء.